السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا قاعدة ريموت المكيف دائم ما تخرب بالشكل هذا، فقررت اني اصلح واحدة اقوى جودة من هذه. فعندنا مصير البلاستيك، راح اترككم صورة الماسورة معروفة، اي مصدر حرارة تحط خشبة تحت او فوق تضغط على بعض او اي شيء ثاني، مو شرط انه يكون خشب. فنبدأ بسم الله نرسم الشكل. نرسم مكان المسامير ثم نضيعها. هذه ممكن نزودها شوي، عشان تكون في طلوع من هنا يمسك الريموت أحسن. فمو شرط نفس الشكل يعني، بس أهم شيء تكون نجي للمكان نفسه نرسم.
حاول ان ثبت بين قطع خشب متساوية مصدر حرارة. الحين نثني الجهة اللي فوق ثني بسيط نفس الحركة، بس نحاول نخليها كذا عشان الريموت يدخل بكل سهولة. نفس الطريقة شوي من جبتها. كذا انتهينا من صنع قاعدة الريموت. شو السماكة فأكيد تكون أجود من حقة المصنع. كذا انتهينا. عاد اللي حاب يرش أبويا ولا يمنع، أنا قريب من الديكور.